الشعب الوادي الليمو. الله يفك الله يدير التواد الخير سي سعيد النصيري صديق ديالنا، نشكرو حتى هو على الايام اللي دوزنا معاه. سيد الرئيس، سيد مبتي، سيد الوالي، سادة اعضاء المكتب، سادة اخوات والاخوان اعضاء وعضوات مجلس عمل التعويضه، السادة الموظفين والموظفات، السادة رجال الاعلام، السادة الحضور كل باسمه وبصفته. المجلس العامل ديال التعويضه خصو شويه ديال لانه الاختصاصات ديالو الاجتماعيه باقا ما حسيناش بها حنا كاعضاء انها تم التنزيل ديالها خلال هذه الفتره الولائيه، وبالتالي مجموعه من الاخوان بغاو ان هذا المجلس العملي، يعني كان عندنا امل كبير ان هذا المجلس اننا نحقوا به يعني ما هو اجتماعي ساكنه الدار البيضاء، لكن للاسف لحد الان تخيل معي اننا مباشره بعد اننا صوتنا على النظام الداخلي كانت اول دوره درنا البرنامج الاستعجالي، وتخيل معي البرنامج الاستعجالي 6 سنين هذه باقا ما تحققش، هذا استعجالي. إذا كان برنامج عائلي بكيت بعد 30 سنة و 40 سنة، هذا برنامج استعجالي، كان استعجالي، وجا برنامج استعجالي وباقي ما درنا فيه والو، ما حققنا فيه والو. وكنا نصحنا مع السادة العمال ديال مدينة الدار البيضاء أن هذا البرنامج اللي دارته مجلس العمالة، وفي حال أن العمالة ديالنا أننا المشاريع اللي جابت مجلس العمالة، ولكن بحالنا تنكذبوا على هاد السادة العمال، 3 سنين دابا وباقي ما تحقق ولا مشروع واحد من دوك المشاريع ديال اذا اليوم الله يجازيكم بخير. اول حاجه بغينا السيد الرئيس هذاك الشيء صوتنا عليه نزلوا دابا داك البرنامج الاستعجالي ما درنا فيه والو، برنامج العمل قالوا لنا غيدوزوا عاوتاني برنامج الاستعجالي يدخلوا لبرنامج العمل، ما عرفتش. اليوم دوره مهمه جدا، عندنا 3 دورات في السنه، ملي اليوم تنلقاو اننا عندنا فقط مدينه الدار البيضاء محتاجه فقط تقرير اخباري، دوره كلها فيها تقرير اخباري، جايه دوره عندنا حنا اليوم جينا غير رمزا لهذه الدوره، ما يمكنش ان يعني جدول الاعمال فارغ في محتوى. انا سيطوني نبر واتساب بلا ما نمشي، هذا كان غير تقرير بهكا سيطوني. اذا اليوم الله يجازيكم بخير سيد الرئيس، حنا عندنا امل فيكم على اننا غنباشروا اننا ان شاء الله نباشروا من اجل تنزيل جميع المشاريع والبرامج اللي اتفقنا عليها السيد الرئيس. خصنا اليوم نباشروا، طلبنا مانع عاوتاني ما عرفناش التبخيس ديال القرارات ديال المجلس، قلنا الهويه البصريه ديال مجلس العمل تكون في كل دوره، ما كايناش عاوتاني، ما عرفناش لمن غننتجوا الخطاب، قلنا الهويه ديال هذا ما كايناش. لجان المشتركه قلنا ما يبقاوش يبقوا لجان مشتركه، يعني كل لجنه تدير الاختصاص ديالها ومع اخبار جميع الاعضاء. باقي السيد الرئيس ما تنتعلموش حتى نسمعوا على اللجنه الماليه، دازت اللجنه هذه وحنا ما فراسناش. الله يجازيك بخير، نديروا واحد هذا بغينا نفعلوا هذا، بحالنا ولينا حنا بحال عندنا كره خاويه عطوها لنا ديال مجلس العماله، وندمنا النهار الاولاني علاش دخلنا تحسبت علينا. يعتقدون الاخوان في مجلس المدينه اننا حنا مشينا لمجلس العماله واننا كنا مميزين، عندنا واحد الامتيازات، وإن مش عارف الواقع ما كاين والو، ما حققنا ولا برنامج واحد ولا مشروع واحد. اليوم الله يجزيكم، حنا عارفين الإكراهات اللي كاينة، عارفين أن كاينة إكراهات ديال، ولكن على الأقل راه واخا ماشي شي قليل نديرو واحد شي حاجة طبعا السوسيال ديالنا، ما درنا حتى شي حاجة اجتماعية. اليوم الله يجزيكم بخير، خلينا نقولوها للإخوان كاملين، بعض الإخوان عندهم واحد هذا، قلت لهم يمكن باش غنبقاو نجيو لكن ما غنفعلوا والو. فهذا طلب السيد المكتب كامل على انه الله يجزيكم بخير، هبطوا مع الاخوان دابا ديروا اللجان فعلوها، ولنا البرامج اللي دارت الحاجه اللي الاتفاقيات اللي حنا طرف فيها مع المجالس الاخرى هذا ونزلوه. وهذاك البرنامج الاستعجالي الله يجزيكم بخير سميناه استعجالي، حنا كنا تنصحوه مع تكمل 2022 تيكون نزل على ارض الواقع، وحنا 2024 باقي حتى حاجه في هذاك البرنامج الاستعجالي، وعلاش سميناه استعجالي النهار الاول؟ شكرا.